الديسبلاي دي حلويات مشكلة. لا ده انت النهارده مزاجك عالي 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 يعني. برضه ده انا قلت النهارده رحمني شويه، مش راضي ينزل الاكل كله قدامي، تقوم مصمم برضه كل يوم كل يوم التعذيب ده في رمضان في رمضان في يعني رمضان. طب على الفطار مش في الصيام كده. الله شكلها بص مش قادره اقاوم صراحه، اللهم اني صائم.